يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم احنا ضيافة سيد البطل سيد الدين الله يعلم. طبعا احنا مبارك لكم افتتاحكم. اختصار الطريق. الولد بلشوا ان شاء الله افتتاح نقطة الاختصار باقتناء افضل الحمام العيس وبنات العيس سواء سباقات العراق وسباقات اوروبا. طبعا هاي خطوة جدا مهمة وانا انصح الهاوي اللي يدور حمام مميز انه يقتني من هذا الحمام. راح تشوفون انتم هسه جودة بعض من الحمام اللي راح نصوره، جودة الجسمان وجودة السنان. اخوان احنا بد نشير في الموضوع، سباقات العراق حاليا من اقوى سباقات المنطقة، ما شاء الله الاعداد، اعداد الحمام واعداد المسابقين عالية جدا، زائدا جودة الحمام اللي قاعد يصير. الهاوي العراقي والهواية بالعراق ما شاء الله افضل السلالات بالعالم قاعد تدخل هنا العراق، يعني نقدر نقول البلد الاول بالوطن العربي ونريد نقول بشرق اسيا. فالحمام اللي عندنا مو قاصر، فالحمام اللي قاعد يفوز عندنا هاي سباقات الدمج والسباقات القويه، وهذا حمام مو 100% مليون بالميه ينتج ابطال ويقلل من جهد الهاوي. فاحنا ننصح الهاوي العراقي اليوم يقتني من هذا الحمام، اذا ما قدر يقتني الحمام الايس يقتني من بنات. فاليوم الاخ سيف والاخ علاوي طبعا اتجهوا هذا الاتجاه الصحيح وجينا واقتنوا افضل الحمام وبنات الحمام الايسات. طبعا هم ذا يقدرون يشترون الايسات بنفسها بس هي شويه صعبه، الهاوي العراقي ما قاعد يطلع الايس، فبدأ يدورون على بنات الحمام المميز الايس في سباقات الدمج زين، وخاصه سباقات الرصافه او بعض السباقات المحافظات، وراح يقدموها لكم هنا بين اياديكم. واحنا ننصح الهاوي انه يغتنم هذا الحمام، وصدقوني تذكروا حكايه اخوكم مهند قريشي، هذا الحمام راح يقلل الجهد ويقلل المال ويحقق عندكم انجازات نسبه 90% هذا الحمام ينتجه. اختصر الطريق. اختصر الطريق. فاليوم احنا راح نبلش باول ست حمامات اختاروهم من الاخ سيف والاخ علي من اخوه مهند قريشي. طبعا اختار زائدا هم يعني هم كان عندهم يعني حمام معين يختاروا من عندي، كل حمام اخوات الايس وبنات الايس، وزائدا كانت المواصفات الطير من اخوهم حتى ينتجون حمام صحيح ويقدموه للعالم. فألف مبروك ان شاء الله. هذا الطير دور الرمان، هذا الطير طبعا هذا الطير كان احد ستوكات يعني صراحة، وكثير من اخواننا الهواة يمكن يشوفون الفيديوهات رادوا من عندي هذا الطير ومنطقة هذا الطير كان للتبزير، وعندي بناته يعني بناته شافوه هم بناته كانوا الستوكات مو طير يعني هيك اعرف جودة هذا الطير. هذا الطير امه ال 156 مالتي سوبر هيرو اللي هي الطيرة يعني نريد نقول الاولى على مستوى سباقات العراق. النتائج اللي حققتها ماكو غير لحد الان حقق نتائجه، ويمكن ماكو طير بعد يقدر يحقق هاي النتائج. 56 هي بعد معروفه يعني نتائجها، وحصلت على نسبه كفاءه بوند 0.18، نسبه كفاءه جدا عاليه، وطيره من مجموع شاركت ب 8 سباقات، من 10 سباقات شاركت ب 9، واحد محالف الحظ، وثمان سباقات 7 من عندهم اول، فقط الحمام اللي يفوز عندهم. وابو هذا الطير ال 56 تركبت على طير هم كذلك مميز، الطير الاول اللي موجود عندنا بالشرق الاوسط ابن الكتل على الاولمبياد، يعني جامع الاول ناشونال والجامعه الاولى اولمبياد والرابعه ناشونال اللي هي الاولمبياد، فطير مميز. وهذا واحد من الحمامات، هذا الطير 2019 رقمه 1111 4 وحدات 5 و 4 وحدات 433. وانا شوفوا جوده حركه
هذا الطير اللي يبتدي من عنده خليه يتذكر، تذكرون اخوه مهند قريش من هذا الطير. طيب مميز وعليكم مبروك، نتمنى لكم كل التوفيق وربي يبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك عباس. طبعا ثلاث طيور اختنا والاخوان، ثلاث طيور بنات. انا شوي انا بسيط رحمه الله. ترخص؟ شوي بس انا بسيط بس اشوف النتائج تلحق. ماشي. وهاي الطياره اختي كذلك، هاي الطياره كان ب 356، هاي الطياره طبعا كانت عندي بحمام السباق، بس شويه صارت عندها مشاكل بينها معها وبينها، فالطياره قعدت. هاي الطياره كذلك همين ب 56، وابوها ابن الكتل على الممتاز، يعني طيور مميزه جدا. رقم 59 تمام مالهم. اي طبعا هي إيه. هي 56 بالضبط، 56 بالضبط. اعطينا الطير الثالث. يا هلا عمار. طيب الطائرة اختي طبعا ثلاث حمامات اختنا على وعلى كيفك. بنات 56 الطائرة المميزة على ابن الكتل على الاورنج كروس. فيعني شوف اخوان الطائرة 56 اولى سوبر ايس، والفحل اللي ينذب عليها ابن الكتل اللي هو افضل طائرة على مستوى سباقات اوروبا، والاولم كروسيت اللي هي انتجت الكتل، يعني طيور جمعت كل حمام الايس بسباقات بلجيكا وسباقات العراق المميزه. هاي كذلك همين بنت 56 وابوها ابن الكتل على اولم كروسيت. الطيرين الوحيدات اللي موجودات بالشرق الاوسط عندي الكتل على اولم. حمام نادر. الطيره رقمها 132 332 طيارة كذلك مميزة. كل التوفيق ابو حمودي. موفقين، مو هم بس موفقين، اخواننا الهواة اللي راح يقتلون من هذا الحمام. حمام درجة أولى. ومثل ما قلنا الاخ سيف والاخ علي خطوة بخطوة جدا مميزة وصحيحة، واحنا ننصح اخواننا الهواة انه يقتلون من هذا الحمام. حتى بعدين يذكرون حكاية اخوهم مهند قريش. اعطيني هذا طبعا هذا الطير هم كذلك اخوانا بدون يعني الله شاهد هذا الطير يعني ما ناوي كنت اطلعه، بس يما سولف لي سيف هذا الطير يعني مالتي بالستوك مالتي هن اثنين، واحد لقيته الاخ الصديق عزيز علينا دخل جديد للهوايه وراد حمام مميز انطيته، وهذا الطير الثاني بعد ما قالوا لي سيف احنا نريد نخطي هاي الخطوه استاهل ابو حمود انطيتهم هذا الحمام. هذا الحمام اخوانا يعني انا ما لقيت اخونا سيف وهاي، انا عرفت ان الحمام راح ينتجون من عنده ويبيعون من عنده، فحسبت انه مو سيف كمربي وهاوي وراح يطير من عنده وعلاوي مربي وهاوي وراح يطير من عنده، هذا الحمام راح يدخل غير لوكات، يعني راح يصير غير لوكات. فشفت الحمام المواصفات جدا عاليه، يعني انا تعرفون اخوكم مهند قريش يدور اسم، مو يدور طير يبيعه ويقضي فلوس وخلاص، يدور اسم يبقى الى بسباقات مال العراق. هذا الطير ابن زوج الاحلام. طبعا هذا الزوج صراحه انا يعني اخوان يعني ما جنيت يمكن ما راح اجني مثل هذا الكبل اللي صار عندي، اللي هن امهات هذا الطير اللي هن ال 228 وال 289. هذا الكبل ماخذ عندي ثالث ورابع سوبر ايس المغيور التبزيري، الفحل من حمام الليو هرمز حفيد النيو روسي على ورا، والطيره من البالون على الجانس المباشر دايركت. وهاي الطيور فازت الثالث ورابع وخليتها لي للتفجير. باول سنه طلعت لهم طيرين، اول سنه سباقات نادي نجوم بغداد اخذت 815 اخت هذا الطير، الاولى سوبر ايس واختها 519 ثاني سوبر ايس، يعني اول سنه هن فايزات، اول سنه انتجن طيرين فقط، الطيرين اول وثاني سوبر ايس. والسوبر ايس اللي اخذها قناه هذا خوات هذا الكبول كان جدا صعب. نادي نجوم بغداد وهواة نادي نجوم بغداد اختاروا من 10 سباقات الطير المميز بسبع سباقات، يعني هاي جدا صعبه. فخوات هذا الطير اللي هن بنات زوج الاحلام اثنيناتهم بسبع سباقات يطلعون اولى وثاني سوبر ايس.
8 سباقات يطلعون اولى وثاني سوبرايز. حلو. بتسع سباقات يطلعون اولى وثاني سوبرايز. يعني نتائج ان شاء الله راح اذكرهم بالنتائج، نتائج خواتيم. زائدا انتجا اخو هذا الطير بعد اللي عندي 7 وحدات كذلك اخذ 8 أو 9 سوبر ايس على سباقات دمج الرصافه. زائدا اخو هاي اخت هذا الطير ال 115 يصير جدد 56 مالتي. حلو. زائدا اخوهم ال 281 كذلك طير مميز وكذلك سوبر ايس على سباقات دمج الرصافه، وال 282 وال 239 هم اخذت عدي ثاني على 17000 سباقات الزويديه اول العام وانضربت بصدرها وقعدت. وهاي السنه احنا همين كذلك عندنا من خواتم كذلك ان شاء الله راح اشرحهم بالشهر. وهذا الكبل كبل مميز جدا، وهذا الطير مميز، وانا انصح اخواننا اللي يدورون حمام خلي ياخذون من هذا الطير ويذكرون اخوهم مهند وقريش يدورون هذا الطير. فنتمنى لهم كل التوفيق. طير ما شاء الله. طبعا اخوان هذا حمام صغار، يعني حمام بنات الثامن والتاسع. شوف مواصفات الطير ما شاء الله. اشيلك ابو عباس. موفقين ان شاء الله وشايفين كلكم. وهاي الطيره كذلك امها 147. امها ثانيه سوبر ايس بال 2018 بعد ال 156 على نادي نجوم بغداد، كذلك امها ماخذه اولى على يمكن 14000 طير او 15000 طير. نتائجها بالصراحة محافظين، طائرة مميزة جدا عندي من حمام الليو هرمز عندي الباندي بولوك امها. وابوها لهاي الطائرة ابوها ابن الكتل، ابن الكتل مباشر. الكتل مذبوب على بنت ال 92 على ام بكر وسته. هم طير مميز والاول من نوعه بالوطن العربي امتلكه انا. ابوها طير اشعل 2018. هاي التركيبات راح ان شاء الله انا اركبهن، هاي الامور السته راح اركبهن، واتمنى كل التوفيق اخواننا اللي يكونون من هذا. طائره مميزه وهي هاي بنت ال 147 ثانيه سوبر ايس. بعد عندنا طير الله تعال حمام درجة أولى ما شاء الله. عندنا 6 حمامات وهذا الطير السادس. شوفوا اخوان مستوى الحمام اللي بيناه لاخواننا علاوي وسيوف. نتمنى لهم كل التوفيق. نتمنى التوفيق لكل اخواننا اللي يفتنون من هذا الحمام. خلي يذكرون اخوهم مهند القريشي بهذا الحمام. هذا الطير اخواته اثنين، هذا ابوه ابن الباز كارلون بوكس الباز اللي هو ثالث ناشونال كي بي دي بي على مستوى بلجيكا. في بلجيكا الطير سابق انت تورن هاوند بلجيكا. الطير ماخذ 5 مرات اول وعنده مراكز ثاني وثالث. فاني اقتنعت ابنه على طيارة مميزة جدا مميزة اعرفها من السلوكات المميزة المنتجة ابطال عند الكارلون بوكس. طبعا طيري ما الى طير ابن الباز ما الى اخ بالعراق، الى اخ من الاب بس من الام ماكو طير اخوه من الام. طيارة العالية جدا مميزة. هذا ابوه ابن الباز وامه بنت البالون، البالون على اليوهر. هذا الطير اخواته اثنين، طيران اثنين طيرين فقط سباقات ال 2012 فقط طيرين خواتم 123 وال 124. ال 124 صار السابع سوبر ايس على مستوى سباقات الدمج، وال 123 صار السابع سوبر ايس على مستوى سباقات الدمج. كذلك عنده نتائج جدا مميزه على اعداد حمام 17000 و16000 و15000، يعني كل طير عنده 5 سباقات 4 سباقات في العشر اوائل سباقات الدمج، رغم انه الحمام عندي يدخل مجاميع هذا السباق كان. وحتى بالسوبر ايس انه يعني لما صار الرابع وسابع اخوكم ثمان طيور عنده بالعشر اوائل على مستوى سباقات الدمج. فهذني هاي خواتم اثنين سوبر ايس. ما شاء الله. هذا الحمام المميز اللي ينتج ابطال. رغم انه الطير ما شاء الله هاي تشوفون اخوان مستوى الحمام. ما شاء الله. قدام. فنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. وعلى سيديكم خطوه مميزه وصحيح لوفت الاختصار. فاحنا ننصح اخوان نرجع ونعيد ننصح اخواننا الهواة، صدقوني اخوان لا مجامله ولا كانما الولد اخذوا حمام من عندي
انا استرسلت من عندهم هسه هاي اول ست حمامات ان شاء الله افتتاح عنهم. وباقي الحمام اللي راح يدخلوه كذلك هم حمام او فايز بجنحة سوبر ايس او بنات سوبر ايس، زائدا حمام مميز من ابطال ناشونال بلجيكا راح يدخلون بناتهم وراح يقدمون ابنائهم للهاوي العراقي. كل التوفيق ان شاء الله. جدا مميزه وعاش تديرهم. ننصح اخواننا الهواه انه يفتنون من هذا الحمام، هذا الحمام يختصركم اخوان، يختصر وايد وايد امور. سباقات العراق مميزه وسباقات قويه وبها خيره الحمام، فانت يا اما تقتني ابناء او خوات او الطير نفسه اللي فايز بهاي السباقات صدقني راح تختصر وايد طريق. اخذوا اقتنوا من هذا الحمام وتدبروا اخوكم وهذا كل شيء. تحيا خيرتكم ونتمنى لكم كل التوفيق. كل التوفيق لابو حمودي لو بتختصار الطريق.